المفاوضون الإيرانيون العائدون إلى طهران بعد توصلهم في فيينا إلى اتفاق تاريخي مع القوى الكبرى، واثقون بأن جميع الأطراف ستعمل على تنفيذ الاتفاق الذي نددت به إسرائيل ومعارض الرئيس الأمريكي باراك أوباما. الاتفاق يضمن للجمهورية الإسلامية حق تطوير الطاقة النووية المدنية. اليوم انتهت المفاوضات، والأسبوع المقبل سيقوم مجلس الأمن الدولي بالموافقة على القرار الذي يقضي ولأول مرة في تاريخ المجلس بالاعتراف لبلد نامٍ رسميا بتخصيب الطاقة النووية، قال وزير الخارجية الإيراني. الإيرانيون عبروا فور التوصل إلى اتفاق بين بلادهم والقوى الست الكبرى عن سرورهم، حيث تترقب طهران في الأشهر المقبلة وصول العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال الذين تجذبهم ثروات هذا البلد.